صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم هذا القول من يقول إن القرآن كله وحي والسنة عامتها وحي؟ كلاهما وحي، القرآن والسنة كلاهما وحي من الله جل وعلا. السنة وحي، قال تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.